سلام عليكم. قبل ما ابدا في القصه حاب اقول لكم يا جماعه الخير، قسما بالله اني اشتقت لكم. اكيد اشتقتوا لي عاد ما يحتاج. الزبده زي ما تعرفون قطعت اسبوعين لاني قاعد اصور مقاطع، ويعني عندي لكم مقاطع جاهزه بس باقي امنتجها، وكمان انشغلت مع الجامعه، تعرفون بدايه الجامعه وتعديل جداول ما جداول. الزبده فاسف على قطعه الاسبوعين، وابشروا بمقاطع جايه تعجبكم. ما بيطول في المقدمه، يلا خلونا نبدا في القصه. البارح كان يوم متعب جدا، رجعت البيت الساعه 10 بالليل تعبان ابي اروح انام. وانا داخل البيت تفاجأت اني اشوف اخوي في بلكونة غرفتي، لكن ما كنت شايف وجهه لانه كان معطي ظهره للشارع. دخلت البيت فتحت باب الشقة وقعدت انادي عليه، ناديت لكن ما رد علي، وقعدت ادور في الشقة. بديت ادور من المطبخ لغرفتي لغرفته، تفاجأت اني ما لقيته. استغربت وتساءلت في نفسي، طيب مين الشخص اللي شفته في بلكونتي؟ قلت يمكن طلع فوق على السطح. طلعت التليفون من جيبي ابي ادق عليه، تفاجأت ان تليفوني ما فيه شحن. دخلت الغرفة، طبعا حطيت الجوال في الشاحن وقعدت في غرفتي وخليت الباب مفتوح. فجأة شفت اخوي مسرع في الصالة ودخل غرفته، قفل الباب بقوة وراه لدرجة ان صوت الباب كان عالي جدا. طبعا قمت من سريري ابي اشوف وش فيه وليش دخل غرفته مستعجل. رحت عند الغرفة اللي دخلها وقعدت ادق الباب. وانا قاعد ادق الباب كنت اقول له يا محمد افتح، وش فيك وليش دخلت بسرعه وقفلت الباب عليك، لكن تفاجات انه ما رد علي. فقلت له افتح ولا ترى راح اكسر الباب. يوم قلت له راح اكسر الباب تفاجات انه رد علي وقال لي ابعد احسن لك. قلت له ايش فيك طيب؟ رد علي وقال لي ابعد عني. لاحظت ان صوته متغير شويه، فقلت له ليش يا اخي صوتك متغير، فيك شيء؟ لكن ما رد علي. قلت له اوكي براحتك، ورحت غرفتي اشوف اذا تلفوني شحن ولا لا. دخلت غرفتي وتفاجات ان فيش الشاحن صار مفصول، مع اني انا اللي ركبته بنفسي. يوم قربت للشاحن فجاه طفى النور في البيت. قعدت ادور كشاف عشان اشوف، لكن ما لقيت اي كشاف. قلت بروح المطبخ اخذ شمعة. اول ما رحت المطبخ ووصلت باب المطبخ لقيت اخوي طالع من المطبخ ومعاه شمعة. خذيت الشمعة منه وقلت له يا اخي انت ايش فيك تتصرف بغرابة؟ ما رد علي وراح غرفته وقفل عليه. طبعا انا رحت لغرفتي ودخلت غرفتي وقفلت الباب. اول ما التفت وطالعت لسريري تفاجأت ان اخوي منسدح على سريري انا. صراحة وقتها خفت وقلت له أعوذ بالله منك يا أخوي ترك خوفتني، وباستهزاء قلت له أنت جني ولا إيش؟ أنت متوك داخل غرفتكم قفل الباب عليك، كيف جيت هنا؟ فهمني ترك بديت تخوفني. فجأة ناظر فيني بنظرة غريبة وابتسم. طبعا أنا وقتها زعلت منه وعصبت، خذيت الجوال والشاحن وطلعت. طلعت قعدت بالصالة فنظرت شحن جوالي لقيته 10%. فتحت الجوال على أساس أقعد على اليوتيوب على البرامج هذه شوي، لكن فجأة سمعت صوت تكسير مواعين بالمطبخ. الصوت كان عالي لدرجة كبيرة جدا، وفجأة انفتحت سخانة الموية حقت الحمام وحقت المطبخ، وشميت ريحة زي الحريقة أو زي ريحة الدخان. بصراحة وقتها تصلبت مكاني وأنا خايف، وفجأة شفت باب المطبخ قاعد ينفتح ويتسكر بقوة. لا شعوريا جاني شعور برود غريب جدا، يعني ما أقدر أوصفه لكم، كيف ما أدري. تكلمت بصوت عالي وقتها وقلت يا بزر أنت بطل حركات المبزرة هذه. فجأة لقيته يضحك بصوت عالي جدا. فجأة اتصل جوالي، ناظرت بالجوال عشان اشوف مني متصل علي، وكانت هنا المفاجأة. اكتشفت ان اخوي محمد نفسه قاعد يتصل علي. طبعا وقتها عصبت مرة وقلت له يا بزر بطل حركات البزران هذه احسن لك، لكن انقطع الصوت وما حد رد علي. رديت على الجوال، اول ما رديت قلت له نعم يا عبيط وش تبغى، وكانت هنا المصيبة والطامة الكبرى. قال لي يا عمي انت وينك؟ قاعد ادق عليك من العصر ما ترد، ايش فيك؟ قلت له يا عمي انت قاعد تكسر عندي هنا في الشقه وتخوفني وتقول لي تدق علي بعد؟ قال لي يا اخي انت من جدك تسولف؟ ترى انا وامي واخواتك من العصر عند خالتي، قاعد ادق عليك من العصر عشان اقول لك انا ترى راح نتاخر شوي. اول ما سمعت الكلام هذا ما صدقت وانفجعت وتصلبت مكاني، وقتها فعلا حسيت بخوف ما عمري حسيت فيه. على طول قمت ودخلت غرفتي لقيت كل شيء نفس ما كان وما في احد. رحت المطبخ ابي اشوف مين الشخص اللي كان يضحك بالمطبخ، وتفاجأت ان كل شيء في محله وما في احد في المطبخ. رحت عند السخانات اللي انفتحت اشوفها وتفاجأت انها مقفله. وقتها عرفت ان البيت فيه احد قاعد يستهبل علي، لكن ما هو من جنس البشر. رحت الباب الشقه ركض ابي اطلع من باب الشقه، والاول مره مو راضي ينفتح باب الشقة. حاولت افتحه اكثر من مرة لكن ما هو راضي ابدا. وقتها التفت بسرعة للمطبخ ابي القى طريقة ثانية اطلع فيها من البيت، لقيت خيال اسود بالمطبخ وجاي عندي. ركضت على بلكونة غرفتي بسرعة، ومن حسن حظي ان بيتنا كان بالدور الاول. كان جنب بلكونة غرفتي فيه عمود، تسلقت على العمود ونزلت لين الشارع وهربت. الى هنا انتهت القصة، وان شاء الله انها عجبتكم، وان شاء الله انكم استمتعتوا فيها. حاب اقول لكم لا تنسون اللايك والسبسكرايب، لا تنسون تدعمونا بكومنت حلو مثلكم. ويا جماعة الخير اكتبوا لي اذا تبغون استمر في هذه السلسلة والقصص، او اكتبوا لي اذا تبغون انزل تحديات او مقالب او اي شيء تبغوني انزله عشان تساعدوني في افكار القناة. وبس كان معاكم اخوكم علول، في امان الله.